كنت شايف ان زي ما كنت بقول في ناس كتيره مش هتبطل، شايف ان في ناس كتيره راح تبطل. كان اكبر رساله امل ليا ان انا اشوف حد قدامي مبطل مخدرات وبيساعدني بدون مقابل. وانا لو اقول صراحه، انا اقول كلمه واحده يعني، هو انت عيش مبطل احسن ما بطل تعيش. كريم انا برحب بيك. هو المدمن بيبقى عنده حب استطلاع ان هو يشوف كل حاجه، ولا يعني انا دلوقتي كشخص مدمن ايه اللي يخليني ارفع سماعه التليفون واتصل بحد انا ما اعرفش ايه النتيجه دي؟ ما هو اعراض الانسحاب دي برضو بتبقى صعبه. تمام. طب ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ايه اللي خلاك بدات تتصل وتشوف ال طيب هو القرار كان نابع من جوايا، بس برضو ما كنتش متاكد منه. يعني هو انا قلت انا هعمل التجربه او المحاوله، لان انا كنت ساعتها خلاص تعبت من المخدرات، يعني خلاص جبت قاعي وخسائر كتيره، خسائر ماديه واجتماعيه وخسائر نفسيه وصلت لها بسبب المخدرات، فكنت محتاج ان انا اوقف، يعني محتاج ان انا ابطل خلاص. خدت القرار واتصلت ووجهوني على اقرب مستشفى ورحت العيادات. كنت شايف ان زي ما كنت بقول في ناس كتيره مش هتبطل، كنت شايف ان في ناس كتيره راح تبطل برضه. فبدك دافع اقوى. كان اكبر رساله امل ليا ان انا اشوف حد قدامي مبطل مخدرات وبيساعدني بدون مقابل. يعني انا الاول كنت بجيب مخدرات، فانا عارف ان انا هدفع فلوس فهاخد قصادها مخدرات. انما انا النهارده عشان اروح اكشف بسعر رمزي مثلا، او ان انا اتحجز بسعر رمزي والاقي الناس بتساعدني مش عايزه منه مقابل، اقضي اعراض انسحاب فالناس تساعدني واللي يقومني اكل واللي الكلام ده كله من غير مقابل، كان طبعا رساله امل كبيره ليا. عكس طبعا المصحات اللي هي فاتحه بدون ترخيص، دي كل يوم في عداد بيعد في الفلوس. اه طبعا مش كده؟ طبعا عداد بقى، سواء كان في الاكل والشرب واليوم اللي بتعيشه اسمها ايه، الهاف واي ده ليه سعر وده ليه سعر. بالظبط. يعني مش كده؟ والصندوق فيه الهاف واي موجود طبعا. يعني هو نص الطريق، يعني هو انا بقضي اعراض انسحاب وهو البرنامج العلاجي بيمشي لي نص الطريق. كم يوم يا انا قعدت 90 يوم بالظبط، 3 شهور ككل. 3 شهور ككل. اه وكان المكان من كتر ما انا كنت زهقان وعايز انزل، يعني هي الناس بصراحه بتقول لك الهاند في ايدك، يعني انت عاوز تمشي اتفضل. مين اكتر حد ساعدك في الصندوق؟ بص بكل امانه عشان ما يبقاش شخص بعينه، هي ناس كتيره جدا ساعدتني. ناس كتيره ليها الفضل عليا، يعني اخصائيين، دكاترة، تمريض، كل الناس. بس بصراحة عشان ما استثناش يعني حد، الناس كلها بكل أمانة ساعدتني إن أنا أكمل وإن أنا لسه مستمر معاهم في المتابعة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اشتغلت معاهم ولا لأ؟ اشتغلت معاهم وشغال في نفس المكان، ماسك أنا فني تبريد وتكييف أصلا شيلارات مركزي، شغال برضو في كان الناس ليها صاحبة الفضل عليا في الحتة ديت، وشغال برضو ماسك التكييفات وأنا مشرف أصلا. ف انا حابب المكان وحابب العلاجيات وحابب اساعد ناس زي ما انا ما اتساعدت. يعني انا بشوف نفسي لما بساعد حد بفتكر انا كنت داخل اول يوم المكان انا كنت عامل ازاي فيه. بتتكلم معاهم يا كريم؟ طبعا. بتقنعهم ان دي مش حاجه؟ بصي، هو الضرب قراره والتبطيل قراره برضه. يعني انا لو ممكن كنت اقعد 3 شهور وممكن اقعد 3 سنين، ولا انا مقرر اخرج اضرب مخدرات فانا هخرج اضرب مخدرات. يعني القرار لازم يكون من عند كريم، يعني انا اللي اكون مقرر. من جواك؟ طبعا. مش هكون ما بطل زي ما احنا بنقولها في العلاجيات عندنا، التبطيله مشروطه، او ان انا النهارده هبطل عشان خاطر مراتي اتطلقت فهيرجعوها لي، هبطل فاخرج هنعمل لك مشروع، انا لو خرجت والكلام ده اتعمل فانا هرجع اشرب مخدرات تاني بدون دافع. يعني انت بتبطل بدون دافع. طيب كريم، انا عايزاك كالعاده احنا بنختم برساله للشباب، وانت كحد عشت التجربه المريره دي تقول ايه للشباب اللي لسه في بداية الطريق مش اللي دخلت، تقول لهم ايه؟ هو انا لو اقول صراحة، انا اقول كلمة واحدة يعني، هو انت عيش مبطل احسن ما بطل تعيش. عيش مبطل احسن ما بطل تعيش. انا مش ضامن اصلا انا النهاردة وانا مبطل لو ضربت مخدرات انا ممكن الحاجة اللي هتخش جسمي ده انا ممكن اعيش بعدها ولا لا، ممكن اموت اصلا. انا واحد النهاردة جسمي فاضي مفيش مخدر فيه، ممكن اضرب فاموت. مش ضامنها، مش ضامن يعني. مخدرات اخرتها وحشه. لو انا في الاول ما ببقاش شايف خسائر، او انا في لسه في مرحله الحفله والقبول الاجتماعي واهلي حواليا وانا ببطل وبيلعبوني وبالكلام دوت، فانا في الاخر اروح ابطل غصب عني وانا لوحدي. امك كانت فرحانه قد ايه لما بطلت؟ والدتي فرحانه بيا جدا النهارده. الست بعد ما كانت بتدعي عليا وما تجيش هنا تاني، النهارده الست في اقل حاجه بتتصل بيا وتستشيرني. الثقة كانت ضاعت مني، بس بتاخد وقت كبير جدا عشان تبني، يعني والله مش عارف يوم وليلة. يا كريم، ما قلتلكش والدتك او الست الوالدة
قلت لك امك لان كلمه امي طبعا كلمه حلوه وصعبة. طبعا الست دي ممتن لها جدا يعني، عانت معايا وقاس معايا كتير جدا يعني، ولحد النهارده مهما اعمل مش هقدر اوفيها حقها يعني طبعا يعني. شكرا يا كريم، بشكرك واحنا فعلا فخورين بيك وشكرك جدا. شكرا لك. شكرا. هنيجي بقى للقضية اللي مطروحة على الساحة وبقوة في الفترة الحالية، ويمكن من أيام قليلة كان إعلان التقرير العالمي للمخدرات من جانب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات، وأشار أن المخدرات التخليقية هو أحد أخطر يعني التهديدات اللي بتهدد العالم كله وشباب العالم كله بشكل كبير. بمعنى ايه المخدرات التخليقية؟ احنا يعني المخدرات المصنعة زي الشابو زي الاستروكس وما الى ذلك، هي مخدرات بالضبط كده، هي المادة الفعالة الحقيقة، ويمكن هي كلها مخدرات ميتامفيتامين او هي مخدرات منشطة ظهرت بشكل كبير بعد جائحة كورونا لما حصل الإغلاق في العالم كله والمواني أغلقت سواء البحرية أو الجوية، بدأ تجار المخدرات هم يتفننوا وحركة التهريب المتعارف عليها وقفت وتوقفت وقت إغلاق جائحة كورونا، فبدأ بقى الدوميستيك دراجز أو المخدرات يعني محلية الصنع ويتفننوا في العديد من المواد التخليقية اللي أثرها وخيمة جدا.